عمر مش قادرة تعبانة أوي. وما حليتش الموت اللي هنا، ما تتنيلي تموتي في حتة تانية. موت في حتة تانية إزاي يعني؟ عمر. عمر. رايح فين؟ تعالى هنا. راح فين ده؟ عايزه ايه يا بنت انت؟ عايزه ايه؟ ابنك اللي فاتني مطلع عيني يا ابني. يا بنت انت هتستعبلي يا بنت؟ انت بتزوقني يا عمر؟ اه بزوقك عادي. عايز صاحب الجنين؟ صاحب الجنين؟ الجنين ايه؟ امشي يا بنت امشي. هنا تعالى هنا. على فين يا حبيبتي؟ انا اللي على فين؟ انت رحت فين يا عمر؟ ومالك بتنهج كده ليه؟ لا ولا حاجه. ده اصل شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تخيلي واحده بتولد وقال عايزيني ضروري جدا. بتولد؟ اه وعايزيني ضروري جدا. وعرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء؟ ايه؟ عرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء يا عمر؟ ما فكرتش فيها دي، بس يعني دي حاجه تستخبى. اكيد عرفهم من البطاقه بقى. المهم يا حبيبتي انت خليكي هنا وانا 10 دقايق وهرجع لك على طول. هتولد واحدة بعشر دقايق؟ اه 10 دقايق حلوين جدا، يا دوب كفاية نخلص الاتفاق، نخلص الولادة. ادعي لي بس ربنا ينتعني بالسلامة. ينتعك أنت؟ أنا قلت ينتع أنا؟ لا أنا قصدي ينتعها هي، ينتعها هي اللي ينتعنا كلنا إن شاء الله يا حبيبي. عمر. نعم. إياك ثم إياك. اه. عيني بتزوغ كده ولا كده؟ عيني تزوغ. تزوغ فين؟ ما خلاص اللي زاغ زاغ. إحنا تبنا إلى الله. تبنا إلى الله. يا رب تقبل يا رب. أقول لك إيه؟ إيه يا حبيبتي؟ احنا كنا بنقول ايه اخر حاجه؟ كنا بنقول بحبك وحاجات جميله قوي. هنرجع نكملها دلوقتي. 10 دقايق اوعي تحركي من هنا حبيبتي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انت بتصفري يا بنت؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ اه يا عمر الواد ود ود يا بنت ود ودي مش عيب ايه؟ لما انت حامل زي ما انت بتقولي ركبت الطياره ازاي يا عفه؟ انت المفروض انك في الشهور الاولى. اراده ربنا. اعترض بقى يا عمر على اراده ربنا. اعترض. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ماشي 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 ماشي. وعرفتي مكاني هنا ازاي؟ حبيب قلبي يا عم حافظ، ربنا يخليهولي يا رب. يخرب بيتك يا عم حافظ جلاب المصايب. عايزه ايه يا عفة؟ جاي هنا عايزه ايه مني؟ هو يعني انا الحق عليا ان انا خايفه عليك من ربنا وجاي عايزاك تصلح غلطتك يا عمر؟ غلطتي ايه يا بنت؟ غلطتي ايه؟ غلطتي ايه؟ خلاص يا عفة خلاص، انت كده بتدمري مستقبلي. ما انت ياما دمرت مستقبل بنت. ايه يعني؟ يا بنت احنا مش كنا سيبنا بعض بالمعروف؟ ودينا رجعنا بامر الله. البركه في ابنك. اسمع يا بت، اسمع يا بت، انت تاخدي بعضك وتغوري من هنا على اول طياره، على اول طياره، وما اشوفش وشك تاني، ما اشوفش وشك تاني. خايف كده ليه؟ من خاف سلم. من خاف سلم؟ بص يا حبيبي انا بس عايزه افهمك حاجه، يعني لمستقبلك، يعني التنشنه دي مش حلوه عشانك يا عريس، ده انت لسه في شهر العسل. انت خليتي فيها عسل ولا بصل؟ ما خلاص. بص بقى عشان من خاف سلم بقى، انت عايز الليله دي تعدي على خير ولا لا؟ والنبي عارف. والنبي عارف عشان خاطري. اوكي اتعشى معايا. مش بتعشى معاك. اتعشى معاك ده ايه؟ ده من رابع المستحيلات. اتعشى معايا يا عمر. مش متعشي واعلى ما في خيلك اركبيه. طيب براحتك، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. عادي. الباب في الباب. الباب في الباب. طز. خلاص بقى ذنبك على جنبك، انا قلت لك وخلاص وحذرتك. تحب تعشي ايه؟ سي فود. فريش؟